قصة كلكم عارفينها، سيدنا عمر بن الخطاب. ثلاث قصص الحقيقة. سيدنا عمر بن الخطاب يمشي في الطريق فيلاقي راعي غنم فيحب يختبره، عشان يختبر أحوال أمته ماشية إزاي، هيختبر الرعية، هيختبر المجتمع وضعه عامل إزاي، المجتمع كويس ولا ضايع من خلال راعي غنم. فيروح عمر بن الخطاب العظيم اللي عايز يكتشف أخبار المجتمع إيه، ولو سألنا الكلام ده على دلوقتي، لو عمر بيفعل هذا الأمر الآن، لو عمر موجود الآن، الله أعلم كان سيجد إيه. فيلاقي راعي غنم فيقول له: يا غلام، أريد أن أبتاع منك هذه الشاه، ممكن تبيع لي الشاه ديا؟ ممكن أشتري منك الشاه ديا؟ فيقول الغلام: إنها ليست لي، إنها ليست لي، إنها ملك سيدي. هو سيدنا عمر بيعمل معاه: ممكن تبيع لي؟ قال له: دي مش بتاعتي، إنها ملك سيدي. فقال له عمر رضي الله عنه: إذا بعني إياها، فإذا سألك سيدك فقل له أكلها الذئب. حجة مقبولة يعني. فنظر إليه الغلام راعي الغنم محدود الثقافة البسيط وقال له: الله أكبر. فأين الله؟ فأين الله؟ فبكى عمر وقال: إيه والله، فأين الله؟ فأين الله؟ أنا بقولها لكل واحد في مجتمعنا غش في حاجة، خان في حاجة، فأين الله؟ الله رقيب عليك. سمعت القصة دي؟ طب اسمع القصة التانية. خلي بالكوا، فأين الله؟ هذا الراعي الغنم لخص جوهر الدين، صح ولا لا يا خم؟ ياما ناس بتتجمل في العبادات وهي من جوه مخوخة، وهي من جوه كل سوس بايظ. الظاهر عبادة وقرآن وحفظ ودعاء و الباطن خربان. فأين الله؟ عمر، القصة التانية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماشي بالليل بيطمئن على أحوال الرعية وبيعدي من جنب الخيام، فهو معدي يسمع صوت 2 ستات بيتكلموا. كلكم عارفين القصة، بائعة اللبن. فيلاقي الأم بتقول لبنتها: يا بنيتي، ضعي الماء على اللبن كي نبيع أكثر. فقالت الفتاة: يا أماه، ألم تعلمي أن أمير المؤمنين، هم قاعدين جوا بيتهم وعمر واقف بره، هم مش شايفينه وهو سامعهم، ألم تعلمي أن أمير المؤمنين قد نهى عن خلط اللبن بالماء؟ قالت: يا بنيتي، عمر بن الخطاب لا يرانا الآن. فقالت الفتاة: يا أماه، إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا، ربنا، رب عمر شايفنا. فوضع علامة على البيت وذهب لأولاده وقال لهم: في هذا البيت فتاة، أيكم يجب أن يتزوج هذه الفتاة؟ والله لا تخرج هذه الفتاة من بيت ابن الخطاب، إحنا لازم نتجوز البنت واحدة، وإن لم ترضوا أن تتزوجوها أنتم سأزوجها أنا. ففي الآخر يتجوزها ابن أمير المؤمنين، هيتجوز بنت بائعة لبن، بس علشان عندها معرفة الرقيب، وتجوزها عاصم ابن عمر بن الخطاب. ويشاء الأقدار أن يطلع من نسلها مين؟ عمر بن عبد العزيز. فيكون بركة هذه القولة: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا، تكون ببركتها يطلع عمر بن عبد العزيز ومن نسلك يا عمر بن الخطاب، ويكون الخليفة الخامس، ويكون صاحب الأفضال العظيمة، وينتشر العدل بامرأة راقبت الله في تصرف لها. على فكرة، العيشة مع الرقيب كلها بركة في حياتك. عرفت الموقف ده؟ احكي لك موقف ثالث. انا عمال اقول لك وانا برجو، ان انا وانا بقول انت قلبك شغال من جوه، الله ينظر الي، الله راقبي، هعيش مع الرقيب، اكمل رمضان معاه، هكتب ورقه، هتروح النهارده وتدخل اوضتك وتقول له: انا معك يا رقيب باقي الشهر في كل خطوه، انا هركز، انا مع الله، مش بس وانا بقرا قران، مش بس ساعه الفطار وانا بدعي، ده وانا بضحك، ده وانا في شغلي، ده وانا بعمل كل تفصيلة في حياتي، انا مع الرقيب، انا مع الرقيب.